قبل ما نبدأ الفيديو، لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس لو انت اول مرة تشوفي القناة، ويلا بينا على الفيديو. السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. والفيديو النهاردة يوم كتب كتاب اختي، وكمان يوم الجهاز بتاعها. هو يعني مش هيبقى يوم الفرش، هو يوم الجهاز اللي هو الحاجات بتاعة العروسة هتروح الشقة بتاعتها، تمام؟ فحبينا نسجله للذكرى. فده كده الحاجات بتاعة العروسة، تمام؟ ولسه في حاجات جوه، ولسه وفي حاجات نزلت تحت، تمام؟ دلوقتي بقى هروح اصور لكم الحاجات اللي هي نزلت تحت. المفروض بقى ان احنا بننزل الحاجات كده عشان خاطر تتحمل على العربية، عشان خاطر تروح الشقة على طول، تمام؟ طبعا في بعض العرايس المصريين بينزلوا العفش من البيت وبيفرشوه قدام الباب، وبيجيبوا المراتب ويفرشوا عليها المفرش، وبيحطوا المخدات وبيلبسوها، وبيقعدوا يعملوا يعني معنى صح فرحة كده، واسمه يوم الفرش عند العروسة المصرية. لكن ما بيحصلش اصلا في العيلة بتاعتنا، وكمان عشان خاطر كورونا اصلا، ففي العادي بتاعنا ان احنا ما بنعملش الحاجات دي. حتى لو في ايام عادية احنا مش بنعملها، احنا يدوبك بناخد الحاجات من الشقة للشقة، ماشي؟ وهو ده اللي حصل، ان احنا خدنا العفش كده ورحنا نزلناه تحت عشان خاطر يتحمل على العربيات ويروح الشقة. ودلوقتي كده احنا خدنا كمان دي غرفة النوم بتاعتهم، اوضة النوم، خشب اوضة النوم، تمام؟ برضو كان موجود هنا، لان هما لما اشتروه جابوه هنا، ما كانوش لسه شافوا الشقة اللي هيسكنوا فيها وكده. دلوقتي بقى خلاص هما اجروا الشقة بقالهم فترة، وجابوا فيها اوضة الاطفال وفرشوها، وجابوا فيها المطبخ وفرشوه، وجابوا فيها النيش كمان، بس ما كانوش جابوا لسه اوضة النوم فجابوها. طبعا دلوقتي بقى كل الحاجات دي هتروح وتتفرش في الشقة، تمام؟ ممكن احط لكم صورة الشقة بعد ما تتفرش، وممكن اخليها لكم في فيديو جديد، ماشي؟ ده كده طقم الملامين، لا ده كده طقم الصيني، تمام؟ واللي جنبيه ده طقم الملامين، واللي فوقيه ده الاركوبيل، تمام؟ وباقي الحاجات بقى طقم السراير والفوط، ودي غسالة صغيرة، ودي كده شوية حاجات المطبخ، ومفرش قطيفة، وكده يعتبر معظم الحاجات نزلت. ودلوقتي العربيات جاية وهتحمل العفش ده كله ويروح الشقة، وهيتحط في الشقة بس مش هتفرش، لان لسه الفرح عليه شوية، فمش هنفرش من دلوقتي، ماشي؟ دلوقتي بقى المفروض ان احنا العروسة يعني معنى اصح لابسة دريس غير الدريس اللي هو اصلا اللي كانت مجهزاه، تمام؟ فدلوقتي المفروض ان هي تجهز، بس لازم نستنى لما يحملوا الحاجات على العربية عشان لسه هيجي المأذون، وبعدين بقى تبقى تجهز هي وتلبس الدريس كده للعربية جت اهي وحملت الفرش، ماشي؟ وفي عربيات تانية برضه هتيجي عشان تحمل بيت الفرش، ان العربية دي مش هتاخد، تمام؟ و ده كده فيديو الميك اب او الحاجات اللي احنا كنا مجهزينها، تمام؟ اول ما جينا جهزناها وسبناها كده على السرير في الاوضه عشان تبقى موجوده اول ما تنوي العروسه هتفرش تفرش تلبس، تمام؟ وده كده اللبس بتاع العروسه اللي كانت لابساه الاولاني، تمام؟ ده كده اهو، دي كده شروق، ده كده اللبس بتاع العروسة، ده كده الدرس اللي كانت لابسه من الصبح، تمام؟ ده كده الدرس ده هتغيره، وهتلبس الفستان بتاع الايه الفرح بتاعها، بتاع كتب الكتاب بتاعها، تحفة 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 تحفة. الفستان بتاع كتب الكتاب جاي من الوكالة، سعره تحفة جدا جدا، هقول لكم طبعا عليه في اخر الفيديو لما تشوفوه، ماشي؟ ده كده الدرس اللي كانت قاعدة بيه من الصبح. هنا بقى جت بقية العربيات
عشان خاطر تحمل بقية العفش وكده. وهنا بقى برضو عربية تانية، وكمان لسه في عربية تالتة تمام هتيجي برضو عشان خاطر تكمل بقية العفش وكده. ده كمان ده كده غير اللي كان في الشقة أصلا، اللي هي أوضة الأطفال والمطبخ والنيش، دول كلهم راحوا الشقة كده من غير ما يبقى يعني تحملوا معاهم من الأول. يعني هنا كده بوريكم الكريم بيبي، ده بيبي كريم اللي هو كريم الأساس اللي استخدمته او يعتبر لسه هتستخدمه تمام. انا بكلمكم كده. وده كده كريم الكنسيلر، ده كده الكنسيلر برضو اللي استخدمته العروسة ماشي. شوشو شروق صاحبتنا هي اللي كانت متولية مورية ميك اب العروسة تمام، كانت بقى عاملة فيها ميك اب ارتست وبتجمع كده كل حاجة جنب بعضيها ماشي. و انا هنا بوريكم الماركة بتاعته، بقول لكم ان ده ايفر بيوتي. وطبعا ما فيش ميك اب من غير رموش، بس للاسف ما عرفتش تركب الرموش، عينيها كانت حساسه. وهنا كده ده مثبت ميك اب تحفه يا بنات، خلى الميك اب ثابت لحد بالليل خالص تمام. هنا كده بقى كاتب الكتاب كده، جهزوا كده عشان خاطر كاتب الكتاب تمام. بالشكل ده كده كانوا بيكتبوا الكتاب. عقبال عندكم يا بنات. وهنا كده خلاص بيخلصوا يعني الورق وكده، والمأذون هيطلع وإيمي هتمضي على الورق وتبصم. و هتشوفوا معانا دلوقتي اهي كده ايمي هنا بتمضي على الورق وتقسم خلاص كده، وكده يعتبر كتب الكتاب. وكده اصحابها بقى هيقعدوا يقولوا لها مبروك ويحضنوها وكده، والمأذون هينزل. شغال اهو. امال ايه؟ ايوه ماشي. زغروتي بتاعت سعادتي. كده بقى هنا كده خلصوا، كانوا بيستمعوا كلام المأذون. احنا بقى هنا كده كنا بنلبس الدرس، بس حبيت قبل ما تلبس العروسه بقى اصوره لكم كده. بصوا لونه ذهبي وبكم، والكم بتاعه شيفون تمام. من فوق من ورا كده بيبقى مش سوسته، بيبقى فيه اربطه كده تمام. الفستان ده جابته هي في صاحبتها من الوكاله، ومفهوش اي فصوص نهائي نهائي. الديتيلز بتاعته كلها خيوط يعني بالخيط، مطرز بالخيط زي ما انتم شايفين كده ماشي. وفي لمعه، اللمعه دي اللي هي بتاعه الاورجانزا تمام، مفهوش اي فصوص خالص زي ما انتم شايفين كده. ومن ورا كده في الخيط ده زي ما انتم شايفينه كده تمام.
وده كده جديد اول لبسه جايبينه من الوكاله ب 2500 زي ما انا قلت لكم تمام. والامي لبست عليه الشوز ده كده ده كده الشوز ده كنا جايبينه من محل بيدروس اللي في مصر الجديده اللي عند التامين الصحي تمام. ولبست عليه البودي كده ده تول بودي تول كده وبودي تول طبقتين وكمان الطرحه كانت نفس اللون التول بتاع البودي وبس كده ما لبستش عليه اي حاجه تانية تمام. والبندانه كانت لابسه تحت الطرحه التول دي بندانه قطن تمام. طبعا بقى هقول لكم على في فيديو تاني يعني تجهيزات العروسة عملت ايه وكانت مجهزة ايه وميك اب ايه وكده يعني والاكسسوارات او مثلا كانت شبكتها ايه ماشي. هقول لكم ده دي كده البندانة القطن تمام اللي كانت لابساها تمام. اتمنى كده يا رب تكون يا رب يكون يعني فيديو عجبكم والفستان عجبكم والفستان كان بجد تحفة 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 تحفة. طبعا هحط لكم صورة ليه وهي لابساه عشان خاطر مش بيبان غير في اللبس ماشي. واشوفكم بقى فيديو جديد ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو علشان خاطر تفرحوا العروسة وتفرحوني انا كمان ماشي. واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبعا هحط لكم صورة للعروسة وهي لابسة الفستان. Shake it, baby.